نعم، الاتصال الهاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الروسي جاء في إطار سعي الولايات المتحدة لحث الجانب الروسي على خفض التصعيد القائم، وخاصة بعد ورود أنباء عن وصول تعداد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا إلى ما بين 169 ألفا إلى 190 ألف عنصر من عناصر القوات الروسية، وهذا أمر يثير قلق الولايات المتحدة بشكل كبير، ولذلك كان هناك سعي من الولايات المتحدة للتواصل مع الجانب الروسي للمطالبة بخفض التصعيد ومحاولة نزع فتيل الأزمة، ولربما محاولة الاستفسار عن أسباب تواجد هذا العدد الهائل من القوات الروسية والآليات الروسية على الحدود بهذا الشكل. ولكن الولايات المتحدة يعني مستعدة لكل الخيارات كما أعلنت مرارا وتكرارا، ولذلك هي تقوم بإرسال المزيد من القوات والأسلحة إلى شرق وجنوب أوروبا للدفاع عن حلف شمال الأطلسي الناتو، وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي بنفسه في خطابه الأخير الذي أكد أن الولايات المتحدة لديها التزام اتجاه حلف شمال الأطلسي الناتو، وهو التزام دفاعي بحت، ولذلك فإن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال آليات وجنود إلى شرق أوروبا تحسبا لأي طارئ وللدفاع عنها.